لما تعامل بصاير ما حيلتنا غير البصيرة. الله. البحر طرح عكر وجب عالمي ما جرى شيء، حدث غريب عالبر يحكي كلام ما جرى شيء. يا بحر في مننا خياط وفي غرقان، من نيران الزمان نيرك تهدى ما جرى كشفت الفنانة المصرية هالة رشدي عن تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية في الظهر خلال الأيام الماضية، وحرصت هالة على طمأنة جمهورها على حالتها الصحية عبر حسابها بالفيسبوك، وقالت: ادعوا لي أدينا هو مش مقصرة معاكم، وفي عز الألم أول ما بيتسكن وحس إن قادرة أفرحكم وأطمنكم بعمل كده، وأنا رجعت البيت الحمد لله. من النهاردة بدأت رحلة العلاج بالمكوث شهر في المنزل مستلقية على ظهري عشان كل حاجة ترجع لنصابها الطبيعي، وهطلع لكم لايف أحكي لكم الحكاية من الأول. وانهلت عليها التعليقات من قبل جمهورها متمنين لها السلامة والخروج من أزمتها الصحية على خير. الجدير بالذكر أن الفنانة هالة رشدي شاركت في الماراثون رمضان الماضي بمسلسل مكتوب عليا من بطولة الفنان أكرم حسني وإسماعيل فرغلي والفنان عمرو عبد الجليل.